عادي خير الهام شوفي وغشتيني شوفي انا غبيه غبيه؟ ايه لا تطلعي هيك مو بس غبيه انا اغبى وحده بالعالم الهام ليش هيك عم تحكي؟ ولك من لما كنا صغار وانا واقفه معك ساعدتك بكل صغيره وكبيره اعتبرتك بيت سري كل شي بحياتي قلت لك يا أسرار بيتي أسرار شغلي كل شي حكيت لك يا اعتبرتك أختي عرفتي ليش أنا غبية؟ أنا لا تحكي أنا قرفانة منك لك توقعت الغدر من كل العالم بس مو منك مو جوزي فؤاد كنت متوقعة يغدر فيني لأنه من الأساس تجوزني لمصلحة وأنا كمان جوزته لمصلحة بس أنتي أنتي دون العالم كله تخونيني وليش ما توقعتي؟ طالما فتحتي الدفاتر القديمة معناها رح جاوبك من لما كنا صغار وانتي عم تعامليني كشغالة عندك خدي هي وكملي هي وساوي هي لك حتى الإنسان اللي حبيته انتي سرقتي مني دحام؟ ايه دحام سرقتي مني بس الحمد لله ما تجوزته لأنه طلع أوسخ منك بس هو أزكى منك قدر يرجعك لحضنه يرميكي مثل الوسخة ويدمر لك حياتك طالعي برا ولي طالعي برا ايه طالعة لا تطوجي بس على فكرة وقبل ما أطلع بدي أقلك إنه القضاء اليوم فتح ملفك مرة تانية وممكن يحاسبوكي ويحاكموكي مرة تانية بأي وقت يا وسخة مايس نعم خلصتي شغل؟ لا ليش حاسك عم تشتغلي؟ بس مشان ما تحكي معي ولا تطلعي فيني لازمك شيء؟ اي لازمني انت احنا اتفقنا غالب مزبوط بس انا بدي منك شغله بدي بس تعطيني اشاره استناكي كل العمر غالب انا قاعده معك هلا لحتى تطيب وتصير منيح ماشي معناتها لازم ما اطيب ابدا حتى تدمك معي قيد الشرف أكيد مستغرب ليش طلبت إني أشوفك بسرعة ما هيك مو بس مستغرب يعني قلقان عليك أنا كمان قلقانة وخايفة إني كنت أخرت وما عاد أقدر ألحق شي وفهم شي عادل أنا ما عاد بدي أضيع وقت اللي بدي أقول لك إياه إنه أنا بحبك كتير أنا بحبك أكثر ما أنت بتحبني وإنه المشاكل والشغلات اللي كنت عاملها معك وعزبك فيها هي مو بإيدي أنا كثير كنت مظلومة عم بتصير معي شغلات صعب على أي طفل إنه أتحملها يمكن
ممكن ما تقتنع بحكي وما تشوفه مبرر، بس هذا اللي صار. ليش ساكت؟ ما بدك تقول شيء. شو اللي خلاك تفكري انك تأخرتي؟ ما بعرف، مجرد احساس. تأخرت انا؟ كثير. بعرفها؟ لا ما بظن، لأنه هي زميلة لإلي كانت بالجامعة. يعني أنت حبيتها ولا إنه لأنه لازم ترتبط، يعني ارتبطت فيها؟ لا بلشت حبها. الله يهنيكم. يعني كنت بتمنى إني أكمل هاللعبة للأخير، بس ما بقدر أزعلك. ما في حدا؟ يا الله هذا اللي كان رح يوقف. سلامة أنت. الله يقدرني ويساعدك على قد ما حسبتك. ما في حب بالعزاء. على فكرة لازم تلحق حالك، أنت بتعرف عقلي جوز تاني بخرج، يا بتلحق نتجوز يا أمي لا تصرف. هي فورة لعيونك. لعيون بدك تحكي؟ مع غالب، اليوم بدنا نكتب الكتابة. أوكي فكر بالموضوع. لا.